هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله لتقديم الجديد. الكعبي خارج الوداد. أضحى أيوب الكعبي مهاجم فريق الوداد الرياضي على أعتاب الرحيل من فريق الوداد الرياضي هذا الصيف، وتلقى هداف الدوري المغربي خلال الموسم المنقضي ب 18 هدف عدة عروض خاصة من دوريات خليجية. ويبقى أبرز عرض تلقاه اللاعب السابق لهيبتي فورتشين الصيني من الطائي السعودي الذي يسعى لتدعيم خط الهجوم استعدادا للموسم المقبل. وانتهى العقد الاحترافي الذي يجمع الوداد الرياضي والكعبي ما تم شهر يونيو الماضي. وعلمنا من موقع البطولة أن الوداد الرياضي والكعبي لا نية لهما في إضافة موسم جديد في عقد أيوب الكعبي مهاجم الوداد للسنة الماضية. نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة. في الأخير لا تنسى الانضمام لقناتنا الجديدة للأخبار المغربية دعما منك لي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في فيديو آخر.